إنها الخامسة مساء بتوقيت مدينة الرياض. احتساء فنجان من القهوة فكرة جيدة، لكن مع حرارة هذا الصيف يصبح الآيس كريم منافسا شرسا للقهوة حتى ولو كان الانتظار طويلا. صراحة أنا يستحق العناء، يمكن تقريبا صار لي فوق 40 دقيقة، لكن كوني أعرف أن في شاب سعودي يعني ما أخذ بكل ثقة لي والأبنائي والعائلتي بدون أي خوف. يعني أمس أنا جاي واليوم جاي، يستاهلون والمستاهلون. أعظم يستاهلون والله، يرزقه مواطن سعودي أخوك وشرف. محمد المسحان صاحب فكرة عربة الآيس كريم تحدث عن دعمه للشباب السعودي. يعني شباب سعودي وجالسين نوظف سعوديين وسعوديات، مستحيل ما عندنا ولا أجنبي، يعني نواقفين مع السعودي قلبا وقالبا، شباب صغار كبار، نجي ونعلمهم ونقول لهم إذا عندك نية تفتح نفس مشروعي أنا أدعمك، أنا أوقف معك، أنا أجيب لك نكهات، أنا أجي أعطيك نكهات، أعطيك دعم، ما عندي مشكلة، أدلك على المكان اللي تقدر تصلح فيه سيارة وكذا، وبرضو أوصي عليهم. دخلنا داخل العربة، لاحظنا نظافة وجودة المكان بالإضافة إلى جاهزية التكييف الذي يعمل تحته شاب سعودي. والشغل مو بعيب أبدا، لو مهما تشتغل أهم شيء أنك تكسب، ما تروح للوالد أو الوالدة تطلب منهم، هذا هو العيب أبوي، العيب أنك تروح تطلب من غيرك، أنت قم بنفسك اشتغل، اشتد على نفسك، شيء حلو. أفكار ونكهات جديدة وإتقان للعمل ونظافة ملاحظة، صاحب الفكرة سعودي والموظفون كذلك سعوديون والزبائن داعمون له وللشباب السعودي. فهل أصبح الشاب السعودي علامة للجودة؟ عاصم رشودي، الإخبارية.